أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. معانا مكنة كيمي، كل فترة بقوم بعملية الصيانة الدورية ليها علشان ما تبص. طبعا زي ما احنا شايفين كده فيها شعر اهي ومستعملة. طبعا اهم حاجة يا جماعة ان انا احافظ على نظافتها قبل الاستعمال وبعد الاستعمال. طريقة فكها هنوريها لكم، طريقة ضبط السرعة، ازاي اضبط السرعة، ازاي اوطي الصوت، ازاي لو المشط من المشاط دي باظ مثلا. لما بنيجي نركب المشط ده كده ما بيمسكش كويس، نعالجه ازاي هنقول لكم كده، ونعمل العملية دي ونرجع لكم. يعني اقول هنتابع دلوقتي ونعملها. اول حاجة يا جماعة عشان ننظف المكنة نشيل ادي مسمارين صغيرين اهم حوالي نص سنتي اهم يا جماعة كده، بصوا مليانة شعر اهو زي ما احنا شايفين اهو للأسف. طبعا وهنا فيه زيت من مطرح الزيت القديم. طبعا هنزيل كل ده يا جماعة اهو كده، حتة قماشة خشنة اهو كده اهو، او فرشة اهو. طبعا الفرشة برضو لازم عشان ندخل بين الايه القوايم دي او بين المثلثات دي اهو كده يا جماعة. نركن كده ونعمل التاني ونخلي بقى. طبعا يا جماعة ما نحاولش لما نركنها يكون فيها مية، ممكن يكون مثلا بنحلق واحد في راسه مية ونسيب المية عليها، لا لازم ننشفها ونزيتها عشان تمنع الصدى بتاع القواطع بتاعتها، فالمشاط ما تصديش زي ما احنا شايفين كده. نضفناها كويس، بعد كده نفس الحكاية نطلع الحاجات دي اهي بالراحة كده يا جماعة فرشة. طبعا دي حتة سفنجاية صغيرة بتمنع دخول الشعر للداخل اهو كده يا جماعة اهو. وارجع تاني طبعا ده اهي، اقوم بتنظيف انا ده وارجع لكم تاني. بعد ما نظفناها يا جماعة اهو كده هنركب الوشاش دي، اول وش اهو اللي هو المتحرك، والوش التاني كده اهو، ونجيب المفك اهو يا جماعة المفك اهو، ونجيب التانية. والنقطة بقى اللي هقولها لكم عليها دلوقتي نقطة مهمة هقولها لكم عليها دلوقتي بعد ما اقفل بس، وانا بدوس كده ادوس كده يا جماعة عشان اقدر ادوس الاتنين يكونوا قصاد بعض بالظبط، ما يكونش واحد اقرب يعني متقدم على التاني. شوف انا بدوس ازاي بصبعي اهو كده، لو قلبنا كده يا جماعة نلاقيهم ايه الوشين متطابقين مع بعض، عشان لو عايز احلق زيرو يحلق زيرو، لان اهم حاجه عشان تحلق الزيرو لازم الاثنين دول يكونوا قدام من بعض. طبعا عمليه ضبط عشان بعد كده يا جماعه هنجرب كده نشوف الصوت كده اهم حاجه يا جماعه يبقى في المسافه اللي هنا كده شايفين دي كده والمسافه دي كده، لان الحته دي هي اللي بيتحط عليها بيريح عليها الوشاش ديك، الوش ده والجزء ده هو اللي بيريح هنا وهنا، فما تكونش الوش الفوقاني مترحل شمال او مترحل يمين. طبعا طريقه التركيب زي ما احنا كده اهو، بنحط ده كده الاول من هنا كده كده يا جماعه، وبعد كده بنضغط من ورا كده عشان اهو كده لبس جامد اهو كده يا جماعه وكده طبعا لو احنا عاملين الدراع ده ولقيناه بيحتك بالجزء بالسنون بالمشاط البلاستيك دي هنلاحظ ان ايه مش هيتحرك شمال ولا يمين، فبننزله شويه كده نلاقي الوش الفوقاني اتحرك. طبعا عشان التزييت يا جماعه اهم حاجه ان احنا نزيت اللي هي ايه الاحتكاك بين الفوقاني والتحتاني، لان المشط ده بيروح شمال ويمين كده اللي هو الفوقاني
على التحتاني، تحتاني ثابت، نديله كده في نقط الايه اهو كده يا جماعة، النقط اللي هي ايه اللي فيها الاحتكاك، وندي على المشاط دي كده اهو اهو، بعد كده نشغله. بصوا بقت عامله ازاي يا جماعه، مفيش صوت، سريع جدا. تاني حاجه لو فيها صوت عالي بنظبط من المفتاح ده، مديولنا مفك اهو كده. عليكم كده يا جماعه، زيتناها اهو، ركبنا لها اهو، شغاله صوتها كويس، ظبطنا الصوت من المفتاح ده كده. لو كانت بطيئه برضو بتبطئ وتعلي. بص يا جماعه، نقلل الصوت اهو، وطينا الصوت اهو، خلينا سرعتها قويه كده كده. في حاجه بقى عقله عايز اقوله لكم ما قلتوش قبل كده في الاجهزه، ساعات بيبقى عندنا مش زي كده يا جماعه، نيجي نركبه وحصلت معاه، نيجي نحلق تروح واقع المشط دي، المشط ده يقع. هنعالجه ازاي؟ اوريكم ازاي نعالجه. في يا جماعه عطل جديد ما قلتوش قبل كده في الفيديوهات السابقه، وهو اما نيجي نركب المشط ده كده اهو، نيجي نركبه اهو ما بيثبتش، بيقع. ايه السبب؟ السبب يا جماعه ارتخاء الجزء ده، الجزء ده من كتر الاستخدام بيتم ارتخاؤه اهو كده، والجزء ده وده، لإما الجزء ده يا جماعه اتاكل او بعد عن بعضه، فبنيجي نركبه كده ما يركبش، ايه فرشه. فاحنا هنعمل ايه؟ اول حاجه يا جماعه لو عندنا هوت او عن طريق مثلا سخان بتاع ديك ولاعه اهو، نقوم كده بالتسخين كده يا جماعه في الحته دي اهو كده، ونحاول ايه اهو نمسكه شويه كده بعد ما كون ضغطنا عليه اهو، عشان ايه يكون برد. طبعا يا دوبك كده بس نشممها النار، ده بلاستيك اهو كده اهو، ونثبتها على كده او نروح حاطينها في الميه واحنا ماسكين كده عشان تثبيت. تاني حاجه الجزء ده الناحيه دي والناحيه دي نروح مدينها كده يا جماعه اهو، برده نديها برده ايه شويه حراره كده، سواء بالهوت او باي حاجه اهو كده يا جماعه، ونروح مقربينها كده اهو كده يا جماعه اهو. والجزء التاني برده نحاول برده ايه نديه برده شويه حراره بحيث نعرف نتنيه اهو كده يا جماعه اهو اهو، ونمسك كده شويه ونثبت ايدينا ونسيبها تبرد على كده، بحيث يرجع بعد ما كانت اتفتحت او اتفرشحت او كده. لا دي احنا هنحاول ايه نضم الحاجات دي. تاني حاجة بيبقى فيه عطل تاني بيحصل لوقوع الايه، بيسبب في وقوع المشي ده. شايفين يا جماعة الاجزاء دي كده، السنون دي عبارة عن تقريبا سبعة كده بيتحط فيها المشاط، السنون دي يا جماعة بتتاكل. دي بقى نحاول ايه بأي مبرد كده نفتح طريق بالراحة كده ونعملها، يا رب الاقي كده مبرد ونعملها. بس لما دي تبرد شوية ارجع لكم تاني، نجيب مبرد زي ده كده ونحاول ايه نعلي، نفتح قصدي فتحة هنا كده اهو، كده اهو يا جماعة، مطرح القديمة اللي اتاكلت، او ان احنا بقى نجيب غيرها. بس لو ما عندناش هنعمل بالطريقة دي كده اهو كده يا جماعة كده. طبعا هننزل الاطراف دول تحت اهو كده يا جماعة، نحاول نعمل كده، نعمل مجرى تاني غير المجرى اللي اتاكلت، اللي بتخليش السنون ديك او الاطراف دي تمسك في المشط. او اقول لكم على طريقة تانية، لو عندنا قصافة كده يا جماعة اهو كده اهو، ونحاول نعمل طريق تاني كده يا جماعة اهو، نعمل مجرى تانية اهو كده بالراحة
كده يا جماعة اهو عملنا مجرة تانية اهو كده. يعني نعمل ايه؟ نحاول نعمل مجرة تانية كده اهو يا جماعة كده اهو بمبرد بقطر بأي حاجة، المهم نخلي نحفر هنا يا جماعة بحيث تمسك المشاط ديك، المشاط دي تروح ماسكة زي ما احنا ماسكين كده اهو، وطبعا هنا يكون في شدية اهو اهو يا جماعة، وطبعا راكبة من هنا كده اهو اهو بقت راكبة مية مية اهو. نجرب كده بقى يا جماعة اهو كده شغال مية مية اهو. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة وشكرا والسلام عليكم. لا دي مش راكبة اهو يا جماعة كده اهو اهو زي ما احنا شايفين كده، هتركب وتبقى جامدة وتحلق مية مية. ارجو ان اكون قلت حاجة مفيدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.